السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة أولى إعدادي وحشتوني. النهاردة إن شاء الله أول درس مع بعضينا، هنتكلم على the square roots of rational number. الناس كلها تطلع كتبها معايا وتجهز الكتاب بتاعنا. Page 16. إزاي يا شباب نحسب the square root؟ طبعا درسنا قبل كده في درس الباور إن 2 مثلا باور 2 بفور، تمام؟ طب نيجاتيف 2 باور 2 برضه 4. طيب 3 باور 2 9. طب نيجاتيف 3 باور 2 كام؟ برضه 9. انا بقى عايز اني اعمل عمليه عكسيه، لو انا عايز اجيب سكوير روت الرقم ده 4 كام يا شباب؟ الاجابه تبقى 2. طب عايز سكوير روت الرقم ده كام؟ 9. يبقى كام يا شباب؟ 3. ده اسمه العلامه دي علامه مين؟ علامه السكوير روت. معناها عايز رقمين زي بعض اعملهم ملتبلاي يديني الرقم 4. مين؟ 2 باي 2. اخد واحده منهم بالاجابه كام؟ تبقى الاجابه 2. مثلا لو انا عايز بقى على جنب كده، لو انا عايز سكوير روت ال1 يبقى 1، سكوير روت ال4 تبقى 2، سكوير روت ال9 يبقى 3، سكوير روت ال 16 يبقى 4، سكوير روت ال 25 يبقى 5، سكوير روت 36 يبقى الإجابة 6، سكوير روت 49 يبقى الإجابة 7، سكوير روت 64 يبقى الإجابة 8، سكوير روت 81 يبقى الإجابة 9، سكوير روت ال 100 تبقى الإجابة 10. دي أبسط وأسهل الأرقام اللي دايما هنشوفها مع بعضينا، اوكي؟ معايا يا شباب نرجع تاني لبيج 16 نكمل مع بعضينا. يا ترى 2 باور 2 كام؟ يبقى الاجابه 4. 3 باور 2 كام؟ 9. 4 باور 2 معناها 4 باي 4 يبقى 16. طب نيجاتيف 2 باور 2، الباور هنا ايفن نمبر، اتفقنا قبل كده درس الباور ان الايفن نمبر بيشيل الاشاره النيجاتيف، يبقى الاجابه برضه 4. نيجاتيف 3 باور 2 نفس الكلام، الباور الايفن بيشيل النيجاتيف، أو نيجاتيف 3 باي نيجاتيف 3 يبقى الإجابة 9. نيجاتيف 4 باور 2 معناها نيجاتيف 4 باي نيجاتيف 4 تبقى الإجابة 16. ده خدناه في درس الإيه؟ الباور يا شباب. نيجي بقى العلامة دي، علامة مين؟ دي علامة سكوير روت. سكوير روت 4 تبقى 2. يلا معايا؟ روت 9 3، روت 16 4، روت 25 5، روت 36 6، روت ال 49 كام باي كام؟ 49 يبقى 7 باي 7، يبقى سكوير روت ال 49 7، سكوير روت 64 يبقى 8 علشان 8 باي 8 ايكوال 64، روت ال 81 9، ليه 9؟ عشان 9 باي 9 ب 81، روت ال 100 1 10، ليه؟ علشان 10 باي 10 بكام يا شباب؟ 100. مين بقى شاطر يقول لي سكوير روت ال 121؟ الاجابه سمعتك، برافو. الإجابة كام يا شباب؟ الإجابة 11. ليه 11؟ عشان 1 باي 1 بكام؟ ب 11. في حاجات بقى يا شباب الناس كلها بيتلخبطوا في الحاجات دي، مش عارفين يفرقوا ما بين أجوبة الأسئلة، مهمة جدا جدا. يلا معايا يا شباب. سكوير روت 25، إيه المقصود ده هنا؟ هنا محدد لي إن هي معناها السكوير روت البوستد بس لل 25 اللي هو 5. طب نيجاتيف روت 25 مقصود بقى ايه؟ محدد برضه، محدد ايه؟ السكوير نيجاتيف لل 25 اللي هو نيجاتيف 5. معنى كده ايه؟ معنى كده 25 ده كان سكوير روت 2، واحد بوستيف واحد نيجاتيف، بس العلامه دي بتاكد ان هو البوستيف بس، اما العلامه دي بتاكد مين؟ السكوير روت النيجاتيف بس. لكن لو مكتوب بالانجلش كده سكوير روتس اوف 25 الاجابه تبقى كام؟ تبقى بوستيف اور نيجاتيف 5. هنا اجابتين مش اجابه واحده، ليه؟ مش محدد البوستيف ولا النيجاتيف، دي متحدده بوستيف ودي متحدده نيجاتيف، اما دي مش محدده، فهمت كام الاجابه؟ بوستيف اور نيجاتيف كام؟ 20. بوستيف اور نيجاتيف 5. هنا بقى يا شباب سكوير روت نيجاتيف 25 لو معانا اله حاسبه وعملناها على الاله هيديني ماس ايرور، خطا. ليه؟ عشان ما ينفعش اجيب سكوير روت لرقم نيجاتيف، فالاجابه هنا هاز نو مينينج، ملهاش معنى أو meaningless، ما ينفعش. لازم الرقم ده يبقى square root لرقم positive. root a square.
السؤال ده بقى جه قبل كده في امتحان وناس كتير قوي اتلخبطت واعطاهم اختيارات، هل الاختيار ايه ولا نيجاتيف ايه ولا ابسوليوت ايه؟ انهي الاجابه اللي صح؟ الناس كلها اختاروا دي غلط. الصح بتاعها روت ايه سكوير ابسوليوت ايه. ابسوليوت ايه ليه؟ لان السكوير روت لازم يطلع الاجابه تكون ايه؟ بوزيتيف. معايا يا شباب هتطلع بيس 17 معانا بعضينا كده، بيس 17 كتاب الشرح بيقول لي كومبليت نمبر 1 سكوير روت اوف 144. عايز رقم اضربه في نفسه يديني 144، على الاقل لو طلع هيطلع 12. نيجي هنا بقى سكوير روت 2 على 3 اول باور 2. اول باور 2 الباور هيشيل الروت يبقى اللي جوه ده، يبقى كام يا شباب؟ 2 على 3 ولازم يطلع بوستر ما يطلعش بالنيجاتيف. يعني ايه؟ بص كده معايا اهي، هنا قلنا الباور يشيل الروت هيبقى اللي جوه، لازم اللي جوه يطلع بوستر، يبقى ابسوليوت نيجاتيف 2 على 3. ادي معنى الجزء اللي قلته المره اللي فاتت، هيطلع الجواب كده كام يا جماعه؟ 2 على 5. يبقى لازم الجواب يطلع ايه؟ قيمه بوستر. قيمه ايه؟ بوستر. هنا بقى السؤال ده بيخدع اي حد. في عمليه تتبع عمليه، هنا الادنج يتبع الروت، لازم الاول اعمل ادي الاول، يبقى 9 بلس 16 يبقى الجواب 25. 25 عباره عن كام؟ الروت بتاعها 5، انت بتتكلم هنا 3، يبقى انا محتاج مكان النقط كام؟ يبقى ال 5 عباره عن 3 بلس كام؟ بلس 2، يبقى كانها كده 3 بلس 2 يديني 5، يبقى مكان النقط مكانها كام هنا يا جماعه؟ مكانها 2. نيجي بقى دي، هنا السؤال ده هنجيب كل روت لوحده وبعدين اعمل بلس، ليه دي؟ هنا عملت بلس الاول وكده جبت الروت، هنا هعمل الروت الاول عشان في فاصل اهو، في فاصل بلس، في فاصل بلس، روت ال 9 يبقى 3 بلس روت ال 16 يبقى 4، يطلع الجواب كام يا شباب؟ الاجابه تبقى 7. نمبر 6 زي نمبر 4 بالظبط، هجيب برضو هجمع الاول، تخمش وتجيب دي الاول وتقول هنا يبقى 6 غلط، لا اجمع الاول. مجموع دول يبقى 100، روت ال 100 كام يا شباب؟ ب 10. التاني عباره عن كام؟ 8 بلس كام؟ التاني عباره عن 8 بلس 2، التاني عباره عن 8 بلس 2. نيجي للسؤال ده، دي زي دي بالظبط، هجيب دي بكام ودي بكام واعمل بلس، يبقى نشوف كده بعضينا، 6 باور 2 يبقى 36، 8 باور 2 تبقى 64، اجمعهم مع بعض يبقى 100، روت ال 100 كام يا شباب؟ 10، يبقى الاجابه هنا كام؟ الإجابة تبقى 10. إكزامبل تاني يا شباب، بيج 17 برضو. Find and simplest form. دي مسألة منها جزء سكوير روت ومنها جزء باور أخدناها قبل كده. ميكس، مسألة حلوة جدا. وسهلة جدا. بالآلة جدي بكام؟ 64 over 9. هجيب روت ال 64 اللي هو 8. روت ال 9 يبقى 3. باي. نيجاتيف 3 باور 3 تبقى نيجاتيف 27. 2 باور 3 تبقى 8. باي خدنا قبل كده ان اي رقم باور 0 بكام؟ 1 اكسبت الزيرو طبعا، يبقى ده 2 على 7 باور 0 بكام يا شباب؟ تبقى الاجابه كام؟ 1. يلا بقى نعمل سيمبل فاي، ممكن بالاله لو عايز تشتغل معاها سيمبل فاي، ال 8 تروح مع ال 8، ده اوفر ده يتبقى كام يا شباب؟ نيجاتيف 9. يبقى المساله عباره عن ايه؟ خطوتين، اجيب كل واحده بكام لوحديها وبعدين اعمل سيمبل فاي، يطلع الجواب كام يا شباب؟ نيجاتيف 9. اكزامبل تاني برضو، الشباب تركز معايا، مكتوب عندك دي في الكتاب بتاعك 18، لا هي 81، صلح معايا دي 81 مش 18. نفس الكلام هنشوف ده بكام، روت ال 16 فوق يطلع كام؟ 4. روت ال 81 9 باي، على الاله الحاسبه هنشوف نيجاتيف 3 باور 2، باور ده ايفن نمبر بيشيل النيجاتيف يبقى دي 9، 2 باور 2 تبقى كام يا شباب؟ تبقى 4. نفس الكلام اللي في الاكزامبل اللي فات، باور 0 بيخلي الرقم ده كام؟ قيمته 1، يبقى 5 على 3 باور 0 كام يا شباب؟ 1. اكنسل 4 مع 4 وال 9 مع ال 9 يبقى الاجابه كام يا شباب؟ الاجابه 1. اكزامبل سهل جدا. اخر اكزامبل يا شباب معايا نفس الكلام، دي على الاله الحاسبه برضه ده باور 2 يعني ايفن نمبر بيشيل النيجاتيف، 4 باي 4 يبقى 16، 5 باي 5 يبقى 25، باي سكوير روت 25 يبقى 5، سكوير روت 16 يبقى 4. نفس الكلام برضو ان اي حاجه باور 0 كام يا جماعه؟ تبقى الاجابه كام؟ 1. نعمل كانسليشن سمبلفاي، ديفايد 4 فيها ال 1، ديفايد 4 فيها ال 4، ديفايد 5 فيها ال 1، ديفايد 5 فيها ال 5، يطلع الجواب كام يا شباب؟ 4 على 5.
ممكن اعمل الكلام ده باستخدام برضه الاله الحاسبه عادي مفيش مشكله. عايز بقى حد كده شاطر يفكر في اجابه السؤال ده ويبعته لي على الخاص بتاعي، الواتس الخاص بتاعي، يا ترى روت 16 تطلع بكام الاجابه؟ سيبكم فكروا فيها وتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كده يا شباب وصلنا لنهايه حلقتنا، ارجو من كل طلبه حبايبي يدوسوا ويشتركوا في القناه ويعملوا لايك. السلام عليكم.